إذن للحديث عن هذه القضية ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس منظمة يونايتد للسلام والتنمية في نيويورك لبيب ناشر. سيد لبيب، مرحبا بك معنا في جولة آخر اليوم من المهرية. بداية، كيف تابعتم وقوع حادثة مقتل الشاب عبد الملك السنباني؟ مرحبا وأهلا وسهلا فيك وجميع المشاهدين. أنا أمس أبلغت من قبل الأخ رئيس جالية نورث ألاباما بالحادثة، وكان هذا في وقت مبكر بعد معرفة أسرة الشهيد بما حدث له في داخل في عدن. طبعا الشهيد عبد الملك السنباني هو أساسا كان طالب في جامعة ألاباما، وكان يعمل لدى محل ابن عمه هنا الأخ مروان السنباني، وهو أول من علم في الولايات المتحدة بحادثة القتل الذي للأسف الشديد هزت كيان المجتمع اليمني الأمريكي بشكل عام. يعني فاجعة حقيقية جعلت الجميع يتساءل من سيكون الهدف الثاني لهذه العصابات التي تقطع الطريق على المسافرين. طبعا حوادث القتل للأسف الشديد أصبحت في بلادنا متكررة في جميع المدن من قبل جميع الجهات، ولكن بشكل استثنائي هذه الحادثة أدت إلى 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 موجة غضب عارمة لدى الجميع. أنت لو كنت هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وترى ردود الأفعال من جميع المغتربين اليمنيين أو لنقول اليمنيين الأمريكيين، وخوفهم الشديد، حزنهم الشديد على ما حصل للشاب عبد الملك السنباني، وخوفهم من أن يتكرر الأمر لهم أو لأبنائهم في المستقبل. فلا أحد يستطيع أن يضمن ما يحدث. هذه ثاني حادثة تحصل خلال أسبوع، وقبلها حصلت حادثة لشاب عاد أعتقد من ماليزيا أو من بريطانيا، وحصل له نفس العملية وحصل له اختطاف. نعم. طيب سيد لبيب، يعني برأيك هل تعتقد أن التوجيهات الحكومية بالتحقيق ستنفذ وتقدم المتهمين للعدالة؟ في البداية أنا أريد أن أوضح نقطة واحدة مهمة جدا. نعم تفضل. بأنه يجب أن لا تكون هذه الحادثة باب لإحداث فتنة، وهذا نداء أنا أوجهه لجميع الأخوة اليمنيين من أبناء الشمال والجنوب في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن هنا جميعا في بلد المهجر. أنا أتكلم أكان شخص لديه الجواز الأمريكي أو لا، نحن نظل متعلقين بأوطاننا. أرجو أن لا يسبب هذا الأمر أو لا يعمق هذا الأمر الشرخ الذي موجود بين أبناء الشمال والجنوب ويزيد الأمر سوءا. هذه نقطة يجب أن أوضحها تماما، لأنه موجة الغضب الموجودة حاليا هناك من ينادي ويعزز ويحاول أن يثير الفتنة ويعمقها أكثر من ما هي عليه. هذا أولا. ثانيا أخي العزيز، ما حصل جريمة حصلت لشاب مسافر. كثير من المسافرين يمرون عبر النقاط، كثيرا منهم يعاني، كثيرا منهم تحصل لديه مشاكل مختلفة، ولكن هذه الحادثة كانت الأسوأ بحكم أن لم يكن هناك سبب واضح لمقتل الشاب. كان السبب الوحيد هو محاولة ابتزازه وأخذ الأموال الذي لديه، مع العلم أنه لم يكن يحمل أموال كثيرة، كان يحمل تقريبا بحدود 3500 دولار، لم يكن المبلغ كبير. وكان هذا هو غلة يعني عمله في خلال السنوات الماضية، لأنه في الأساس هو كان طالب في الولايات المتحدة الأمريكية. الجريمة حصلت بناء على أو بغرض السرقة، وعندما رفض الشاب الاستجابة لمطالبهم قيدوه وهو حي، ربطوا أيديه للخلف، اقتادوه إلى مكان بعد أن ضربوه. طبعا تعرض لضرب شديد وأخذوه. يفترض أنه حتى وإن كان هناك اشتباه حقيقي، وهذا الكلام ليس حقيقيا يعني طبعا، وهم يعلموا بأن الكلام هذا ليس حقيقيا، وأنه لم يكن هناك ما يشير إلى أن هذا الولد مرتبط بجماعة الحوثي من قريب أو من بعيد. الولد عمره 21 سنة فقط. فحتى وإن كان هناك ما يشير للاشتباه به،
فكان من المفروض أن يسلم لنقطة أمنية دون المساس به نفسيا أو جسديا. طيب. ولكن الشاب اقتيد إلى منطقة بعد أن ضرب ضرب مبرح في نقطة الاعتقال في مكان الاعتقال. طيب. سلبوا فلوسه ثم أعدموه بثلاث طلقات في الظهر. طيب. طيب سيد لبيب، نعود مرة أخرى إلى مداخلتنا وسؤالنا لك. هذه الموجة من التنديدات ومن التوجيهات بالتحقيق وجلب قتلة السنباني، يعني سواء من وزير الداخلية، سواء من مدير الأمن في لحج، سواء التنديد من قبل وزير الخارجية اليمني بن مبارك، هل برأيك ستنفذ أم أن الأمر سيذهب هباء منثورا؟ يتوقف هذا الأمر على إرادة المجلس الانتقالي الحاكم الفعلي لأرض الواقع حاليا، مع احترامي الشديد لكل الوزراء والأوامر والتوجيهات التي أتت من الحكومة الشرعية، لا أعتقد أنها سيكون لها أي تأثير على أرض الواقع. ولكن تواصل، وأيضا هذه نقطة أريد أن أوضحها، تواصل الكثير من 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 المغتربين اليمنيين أو أبناء القادة اليمنية الموجودين هنا، ومن أبناء يافع وأبناء الضالع وأبناء عدن، بعدد نعم. من المشايخ في الصبيحة، بعدد من قيادات اللواء 19، وعدد من قيادات المجلس الانتقالي، الذين وعدوا بالتعاون بشكل جاد في تسليم القتلة ومحاكمتهم. وإلى نعم. الآن ما نزال ننتظر ردود الأفعال. طيب، إذن رئيس منظمة يونايتد للسلام والتنمية في نيويورك سيد لبيب ناشر، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك شكرا جزيلا.